هو سر اغتيال العديد من ناشطي الحراك الجنوبي مؤخرا؟ هل بدأ موسم جديد من مسلسل الاغتيالات في عدن؟ ولماذا يلتزم أمن عدن ووزارة الداخلية الصمت إزاء هذه الجرائم التي تبدو منظمة؟ أهلا بكم. بالأمس وجد الناشط في الحراك ياسر مصايب مقتولا في شقته في حي عمر المختار بعدن، وقبلها تم اغتيال القيادي في الحراك الجنوبي حسين القحيم وكذلك القيادي رامي المصعبي. إذن مسلسل الاغتيالات يستأنف في عدن هذه المرة ضد قائمة جديدة من الضحايا تبدو متجهة نحو نشطاء الحراك المناهضين للتواجد الإماراتي السعودي في عدن. كل هذه الجرائم تحدث وسط صمت وتجاهل تامين للأجهزة الأمنية وقائدها شلال شايع وأجهزة وزارة الداخلية التي يقودها أحمد الميسري الموجود في عدن، بل وصمت تام أيضا لرئيس الوزراء معين عبد الملك الموجود في المدينة نفسها أيضا. من يقف وراء هذه الاغتيالات؟ وما هو سر صمت الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني في عدن؟ هل ستترك عدن لخفافيش القتل وأرباب الجريمة؟ باتت الاغتيالات واحدة من أهم أدوات تسوية المشهد في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية، عملية تجريف متواصلة منذ أكثر من ثلاثة أعوام تستهدف الحياة الحزبية والسياسية هناك، إلا من القوى التي ربطت مصيرها بمصير القوة الخارجية المتحكمة بالمدينة الآن. تتواصل الاغتيالات في ظل عجز غير مبرر للأجهزة الأمنية، رغم وعود وزير الداخلية أحمد الميسري ومدير الأمن شلال شائع بالكشف عمن يقف خلف هذه العمليات وإعلانهم القبض على خلايا متورطة بالإرهاب، إلا أن ذلك لم يحدث حتى اللحظة، في حين يستمر سقوط القيادات الحزبية والناشطين السياسيين دون حساب. مؤخرا وبعد نجاح عملية توزيع قيادات وناشطي حزب الإصلاح والتيارات السلفية والمقاومة الجنوبية بين القبور والمنافي والسجون، بدأت فرق الموت باستهداف قوائم جديدة، قيادات وناشطين في الحراك الجنوبي المناوئ للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، واستهداف أبرز المنافسين السياسيين له شعبيا وميدانيا. منذ مطلع مايو الجاري استهدفت فرق الموت ثلاث قيادات من الحراك الثوري الجنوبي. في جولة كالتكس عدن أطلق مجهولون النار على القيادي رامي المصعبي في الثاني من مايو، وفي السابع من مايو أغتيل عبد الله حسن القحيم أحد قيادات المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي في عدن، وقبل يومين وجد الناشط الحراكي ياسر مصايب مقتولا في إحدى الشقق بعدن في ظروف غامضة. المجلس الأعلى للحراك الثوري حذر من الاغتيالات التي قال إنها تطال نخبا سياسية في الحراك، وسبقتها موجة تصفيات لقيادات أمنية وعسكرية في عموم الجنوب، معتبرا في بيان له أن ما يجري هو توجه يهدف لإسكات الأصوات المعارضة والمناهضة، مؤكدا أن هذه الممارسات لن تثنيه عن الاستمرار في المطالبة بخروج كافة القوات السعودية والإماراتية. تتسع دائرة مسلسل اغتيال القيادات السياسية والأمنية في عدن، ومعه تتكشف ملامح الفاعل المتخفي بحسب المعايير الجامعة للضحايا، والتي يبدو فيها أن الهدف واضح. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سينضم معنا العديد من الضيوف. نبدأ الحلقة بالأستاذ عادل الحسني الناشط السياسي عبر الهاتف من جاكرتا. مساء الخير أستاذ عادل. مساء النور والسرور. أهلا بك معنا. إذن قوائم جديدة بيد فرق الموت لاغتيال القيادات في الحراك الثوري المناوئ للانتقال في عدن، ما هو تعليقك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا خواتيم مباركه علينا وعليكم وعلى الشعب اليمني، واسال الله سبحانه وتعالى ان يحرق على الشعب اليمني ان يخرجوا من هذه الازمه ومن هذه الحرب العرقيه التي لا ناقه لهم فيها ولا جمل. مسلسل الاغتيالات اصلا يعني يتوقف برهه ويعاود مره اخرى، ابتدا بائمه المساجد، القاده العسكريين، واليوم الى النشطاء والحقوقيين، وسيستمر هذا المسلسل طالما والمخرج الذي يحكم عدن لا يريد أن تستقر، لا يريد أن تقوم فيها دولة ولا مؤسسة للدولة، وهم الأخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. إذن إلى أي حد
يأتي استهداف نشطاء وقيادات الحراك الجنوبي ضمن هذا المسلسل المتواصل منذ 3 سنوات باستهداف قادة المقاومة والأئمة وحزب الإصلاح أيضا. في ظل غياب الدولة يحصل كل هذه الأمور، الدولة لا لك تواجد في عدن ولا يسمح لها أن تتواجد، وإذا تواجدت تواجدت كأنها جمعية خيرية، أصبحت الشرعية والدولة أخت الكريمة في عدن كأنهم جمعية خيرية، مهمة الأخ رئيس الوزراء معين أن يحضر وجبة إفطار مع شباب عدن، ومهمة الأخ أحمد المجري أن يوزع كلمات في الهواء، والإماراتيين يقولون للناس قل ما تشاء ونحن سنفعل ما تشاء ما نشاء، نحن هم يسيطرون على الأرض، هم الذين يتحكمون في كل الأجهزة الأمنية في عدن، وهم الذين يصدرون الأوامر لكل الميليشيات المتحكمة في عدن، وهم من وراء هذه العمليات كلها، فعليهم مسؤولية فيما يجري، والكل العالم كله يتعامل بهذا. أنا التقيت بخبراء وأجانب من الأمريكيين البريطانيين ومن المنظمات العالمية، الكل يتعامل على أن الحاكم الفعلي للجنوب في اليمن هم الإمارات، وأن الشرعية ليس لها أي تواجد حقيقي على الأرض، وأما ما يسمى بالمجلس الانتقالي فالعالم يتعامل مع رضية المتوكل أكثر مما يتعامل مع عيدروس الزبيدي وهذا الظريف، فلا أعترف. نعم، إذا أستاذ عادل، يعني تحدثني عن أن الأمن عمليا أو المدينة تحت سيطرة الإمارات فعليا، لماذا عند ظهور هذه الجرائم ومسلسلات الاغتيالات تحمل الحكومة الشرعية التي لا تعد موجودة حقيقة ولم تمكن من أجهزة الدولة بالشكل المطلوب؟ الشرعية هي حصان الطروادة التي يركب عليها الأخوة الخليجيين للأسف، ليس في قضية الاغتيالات في عدن بل حتى في تواجدهم في اليمن، تواجدهم في الجزر، تواجدهم في المولانا، في المنافذ المائية برا وبحرا وجبوا تحت غطاء عودة شرعية. أنا أسألك يا أخي الكريم وأسأل كل عاقل في مجتمعنا اليمني، أناس يمنعون رئيس الجمهورية من الدخول إلى عدن، هل يعقل أنهم سيذهبون به إلى صنعاء؟ الشرعية هي أصبحت غطاء فقط لتواجدهم والاحتلالهم الذي أصبح ظاهرا لكل أحد. نعم، إذن برأيك لمصلحة من تجريف الحياة السياسية والحزبية والمدنية في عدن والمحافظات الجنوبية وكذلك إبعاد قادة المقاومة ونشطاء الحراك والقيادات وقواعد حزب الإصلاح أيضا؟ طبعا إذا قامت مؤسسات الدولة وبنيت مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن والمنظمات المدنية فعندنا العالم سيتخاطب مع الناس وسينزل إلى عدن وستقام أجهزة الدولة، وهذا لن يسمح مع الأخوة الإماراتيين حتى يتم تعطيل عدن، تعطيل المطار، تعطيل الحياة السياسية، ويظل هم الحاكمين هم ميليشياتهم. وقبل أيام عززوا الميليشيات بكميات كبيرة من السلاح، أنا سأعرض هذا بإذن الله عز وجل الكميات الكبيرة من السلاح التي وزعوها في جبل حديد لمعسكر عيدروس الزبيدي ومعسكر الشعب في خط البريغة، ومنعوا سفينة شحن سلاح كاملة للشرعية وصادرتها الإمارات قبل حوالي شهر ونصف خاصة بالأبية الرئاسية. فالقضية هي يعني احتلال سافر واضح بالعيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، إذا أستاذ عادل برأيك كيف يمكن مواجهة سياسة التجريف هذه والتي أصابت المدينة وحولتها إلى قرية عوضا عن أن تكون عاصمة أو عاصمة مؤقتة للجمهورية اليمنية؟ والله يا أختي الكريمة نحن اليوم في معركة الوعي، والحمد لله سبحانه وتعالى حققنا إنجاز كبير نحن والشرفاء في هذا البلد في تبيين الحقائق وكشف الأمور التي تجري في عدن وما حواليها من أمور العصابات ومن وكيف نواجهها، ونحن في صدد يعني عمل سلمي، ولكن للمجتمع بعد فترة خيارات أخرى يحق له أن يدافع عن نفسه وأن تتكون هناك يعني لجان شعبية أو ما شابه ذلك في حق الدفاع عن النفس. نعم، إذا أستاذ عادل، يعني تتحول المدينة كما قلت إلى قرية مصغرة، ولكن للأسف الشديد هي تعد أولى المدن التي تم تحريرها. برأيك لما يتعامل التحالف مع هذه المدن المحررة بهذا الشكل عوضا عن أن تكون أنموذجا حقيقيا لعودة الدولة حتى يثبت التحالف يعني أنه أتى لأهداف إعادة الشرعية فعلا؟ هذا اصبحت اختي الكريمه اصبحت شبه نكته ان التحالف جاء لعادة الشرعيه، التحالف هو الذي يمنع الشرعيه، الذي يمنع الشرعيه من عدن من؟ الحوثي ولا الاخوه الخليجيين؟ من الذي يمنع مجيء الرئيس عبد الرب منصور هادي والسفارات والوزارات واستقرار الامن في عدن؟ الحوثي قادر عدن وخرج هو وعلى عبد الله صالح وانتهى موضوع من عدن ومن الجنوب.
الأخوة الخليجيين عندهم أجندة وعندهم برامج في الجنوب، وللأسف الشديد كنا نأمل كثيرا في الإشقاق في المملكة العربية السعودية، وها هم يكررون نفس السيناريو الإماراتي، يتجهون إلى المهرة ويشكلون عصابات. قبل 5 أيام رجل اسمه مرصع يخضع للأخوة الخليجيين، قام باقتحام منازل أناس قد تم الإخراج عنهم من النيابة، وأخذهم منهم شخص اسمه بسام كان مسجون في سجن بير أحمد، وأخذه وسلمه الإماراتيين قبل 5 أيام في المهرة، وابتدأ الآن قضية السجون السرية والاقتحامات في مدينة المهرة الشرقية التي ليس فيها حوثي ولم يقم فيها معارك ولا أي أمور ولا قاعدة ولا داعش ولا أي شيء، ولكنهم هم الذين سينشئون هذا الإرهاب وهذه وهذا التطرف وهذه الأعمال الإجرامية التي نشهدها. هم اليوم الذين يتحملون المسؤولية الكاملة في جنوب اليمن، وهم المتحكمون في كل المفاصل في هذه المناطق. نعم، إذا أستاذ عادل، يعني وزير الداخلية أحمد الميسري صرح قبل 2 أسبوع تقريبا بأن التحالف هو شريك لإعادة الشرعية، شريك في هذه الحرب وليس شريك في إدارة المناطق المحررة، ثم يعود لتسليم كل شيء أو لإعادته كما كانت من قبل تحت سلطات الإمارات. ما هذا التناقض خاصة بعد وجود هذا المسلسل من الاغتيالات في نهاية الأمر؟ هو المسؤول أمام الشعب اليمني عن الحفاظ على أمن المدينة. والله الأخ أحمد الميسري يعني هو يعني عادة يعني يعد الرجل الذي لا بأس به في الشرعية الذي يصرح، لكن كما قلت لك الأخوة الإماراتيين شعارهم قل ما تشاء ونحن سنفعل ما نشاء، وأحيانا ربما تمارس عليه ضغوط شديدة ويتراجع للأسف الشديد. وصرح قبل فترة أنه سيظهر للإعلام تفاصيل قتلة راوي ومن الذي مول ومن الذي خطط ومن الذي رتب. طبعا أنا أول من أشهر قضية راوي وأشهرت الأسماء الذين قتلوا راوي وكيف تمت الخطة وكيف تم التدبير ومن الذي سلم المال وذكرتهم بالاسم. هذه المعلومات أنا وقفت عليها بنفسي، وقف عليها الأخ أحمد الميسري وصرح أمام العالم أنه سيعلنها للناس، ثم عاد إلى بيته ولا ندري ما هي الضغوط التي مارست عليه ولم يصرح إلى هذه الساعة التي أكلمك فيها. نعم، هل تتوقع أنه تلقى أي تهديدات؟ لم يستطع التصريح ب يعني أسماء هؤلاء الذين شاركوا في كل هذه الجرائم؟ والله لو اطلعتي على الملف وخطورة الملف والكشف الذي حصل في الملف وذكر أسماء الإماراتيين وأسماء المغولين وأسماء هاني بن بريك وأسماء أسماء يعني أنا حتى تعجبت أن الميسري سيقدم على هذه الخطوة، وفرحت أنه تشجع وقال أنه سيظهرها، لكن سرعان ما عاد أدراج الرياح وللأسف الشديد. نعم، إذا شلال شائع يعني يعلن كل فترة وأخرى بأنه ألقي القبض على مجموعة من الخلايا هنا وهناك، ولكن لا نتائج لآثار لهذه التحقيقات، ولا توجد حتى تحقيقات ولا تقديم للمحاكمة، مجرد القبض على أناس يتم إيداعهم سجن بير أحمد، ونجد الأمهات يطالب بإخراج أبنائهن أو محاكمتهم. ما هي يعني ما وراء ذلك برأيك أستاذ عادل؟ أختي الكريمة، هذا الأخ الذي قلت له قبل أيام كان سجن عند التحالف، وبعد ضغط من شباب المنصورة تم الإخراج عنه، وقبل أيام صفوه في شقة في عمر المختار. عبد اللطيف السيد، الأشخاص الذي تم الإخراج عنهم وأخذ المعلومات منهم يتم تصفيتهم في معسكر 7 أكتوبر في أبين. هؤلاء أمراء حرب أشبه ما يكون يا أختي الكريمة ويسمع المشاهدين، أشبه ما يكون بأمراء حرب لما يتشكلوا في الصومال أثناء الحرب الطاحنة التي حصلت في الصومال. هؤلاء أمراء حرب لا يخضعون لدولة، لا لمؤسسة الدولة، لا لمحاكم، لا القضاء، لا النيابة. هم الذين يصدرون الأحكام، هم الذين يسجنون، هم الذين ينفذون، ولا حسيب ولا رقيب، ويقيد هذه الأحكام وهذه الأفعال كلها تقيد ضد مجهول وللأسف الشديد. برأيك أستاذ عادل، ما هو سر صمت الرئيس هذه الحكومة ممثلة بمعين عبد الملك والموجود في عدن أيضا؟ يعني وكأنهم يعيشون منطقة أخرى غير عدن، أو كأنهم يرأسون مدينة أخرى غير عدن والذي يحدث فيها. والله الشرعية تعيش موت سريري للأسف الشديد، فقط هم يستخدمونها كشماعة أنهم دخلوا في اليمن لاستعادة الشرعية، ولم يأتوا بشرعية ولن تعاد الشرعية، والذي يمنع الشرعية من التواجد في عدن لن يذهب بها إلى صنعاء، ولن يصدق هذه المسرحية إلا من هو أضل من حمار أهله. نعم، إذن يعني هل تعتقد بأن التحالف هو شارك في هذا الموت السريري، أم أنه للأسف الشديد لم يكن أو لم تكن الشرعية بأفرادها قد هذه المسؤولية وسمحوا للتحالف بالعبث كيف يشاؤون؟
أقول لك هناك سفينة شحن سلاح كاملة اشتراها الرئيس عبد الرب منصور هذه قبل أيام من الصين، ووصلت إلى ميناء عدن لتعزيز الرئاسة بناية آلية حقيقية في عدن. تمت مصادرة السلاح كامل من قبل الضباط الإماراتيين، لم يستلم آلية الرئاسة قطعة واحدة. هذا الكلام أنا سمعته من قيادة كبيرة في الشرعية، ليس أي كلام يعني. هؤلاء لن يسمحوا للرئيس ولن يسمحوا لآلية الرئاسة ولن يسمحوا للأمن ولن يسمحوا لشيء حتى يحققوا أهدافهم وأجندتهم ويدعموا ميليشياتهم التي هي السيطرة الفعلية على عدن ولاحق وأبين والمكلا، واليوم للأسف الشديد يتجهون نحو المهرة الآمنة في المنطقة الشرقية التي لم يعني ليس فيها آثار حرب، ويتجهون إلى سقطرى. بالله عليك يذهبوا بخمسين امرأة إلى 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 الإمارات ثم يعودون بها إلى سقطرى تحت حجة أنهم الدفاع عن السلم الاجتماعي. سقطرى الآمنة التي منذ دهور وعصور لم تحصل فيها عملية واحدة. ما الذي يتجه بكم إلى سقطرى؟ ما الذي يتجه بكم إلى المهرة؟ كفى عبثا يا أخواني، كفى عبثا بالشعب اليمني، كفى عبثا بهذا العقود. نعم، إذا برأيك أستاذ عادل، ما هي الخيارات أمام القوى السياسية لمجابهة كل هذا العنف الحاصل في المدينة، خاصة وأنه لا ركون على شرعية كما تفضلت ميتة سريريا؟ والله سبق وقلت لك نحن مستمرون في معركة الوعي، نحن والشرفاء في أبطال المقاومة، في الصحفيين الإعلاميين الكوادر الأكاديميين الكل لله الحمد والمنة عارف ذلك، ولم يبقى مع الإمارات، أنا أقولها لك بملء الفم، لم يبقى مع الإمارات في الجنوب إلا النطيحة والمتردية هم أكل السبع وهؤلاء لا خير فيهم، ولكن نحن لنا خيارات أخرى سنعلنها في المستقبل بإذن الله سبحانه. نعم، إذا برأيك أستاذ عادل، يعني المدينة تتجه إلى شقاق اجتماعي غير مسبوق، هناك أيضا حملات أو إعلان بأنه يوم الغد سيتم إعلان الجنوب في ظل كل هذا اللاأمن، يعني إذا لم يستطع الانتقالي أن يوفر الأمن لمدينة يحكمها فعليا بقيادة الإمارات، ما الذي سيقدم لها خلال الفترة الآتية؟ لا جنوب، ولن يعطوهم جنوب ولن يسلموهم جنوب. نقول الأخ محمد بن زايد سلم هؤلاء أسرهم وكثر الله خيرك، لا تسلمهم جنوب، لا بيد الجنوب تسلمهم ولا هم أهل أن يسلموا الجنوب. سلمهم الأسر التي تحت جزاف الإمارات وجزاك الله خير وكثر الله خيرك وبيض الله وجهك. أما قضية جنوب وتسليم جنوب، لا الإمارات تقدر تقيم دولة في ظل وجود يعني مؤسسات دولية عالمية هي التي يعني تقضي هذه الأمور، كيف يتم فصل جنوب أو اعتراف بدولة؟ هذا عبارة عن مهزلة ومسرحية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك عادل الحسني الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من جاكرتا، وينضم أيضا معنا عبر الهاتف الأستاذ فهمي الثقاف الناشط الحقوقي من عدن. مساء الخير أستاذ فهمي. نعم أستاذ فهمي، هل تسمعني الآن؟ نعم أستاذ فهمي، هل تسمعني الآن؟ أنت على الهواء. إذا برأيك أستاذ فهمي، ماذا يراد لعدن بتصعيد عمليات الاغتيال ضد قادة المقاومة ورجال الدين والسياسة؟ هم صارفين عليكم على الأستاذ المشاهدين، طبعا ما يراد عدن في هذه الأوضاع مثل الاغتيالات إلى آخره، يجعل عدن مدينة منفرد الأمن داخلها بالتأكيد، المدينة تعيش حالة فوضى عارمة. المصلحة هنا طبعا، أو إذا حملنا مسؤولية أو إذا قلنا باللغة نحمل مسؤولية، المسؤولية تتحملها في التحالف الشرعية الآن، وإن بنسبة متفاوتة. الشرعية صمتها والتحالف لأنه يرى ويدرك تمام كل شيء منذ 4 سنوات ولم يفعل شيء في الملف الأمني. نعم. برأيك أستاذ فهمي، كيف يفهم هذا العجز للأجهزة الأمنية ومن خلفهم أيضا الشرعية التي لم تظهر أي ردة فعل حتى الآن رغم الاغتيالات المتكررة في عدن؟ طبعا الشرعية في حال الصمت. بالنسبة لأجهزة الأمن، أجهزة الأمن التغذية تعاني أيضا، لديها إشكالات عديدة. أولا يعني ميزانية تكاد تكون محدودة، أقسام الشرطة اللي هي تابعة لوزارة الداخلية إلى آخره لا تشتغل بطاقتها المعودة،
او التي كانت حتى الى فتره قبل الحرب. بالتاكيد. وهذا اشكال. لكن اعتقد انه الامر هذا طبعا لما ما هو اريد فضوه هكذا، لا الامر هذا متعمد بالتاكيد، لانه الامر هذا الان فاتنا نحن 5 سنوات، نحن داخلين الان العام الخامس. العام الخامس هذا مش معقول، لا الشرعيه التفتت ولا التحالف التفت الى تحسين اداء وزاره الداخليه والاجهزه التابعه لها. وبالتاكيد انطلق الامن، واعتقد انه بيزيد الوضع او بيتفاقم من فرق الامن بالتاكيد. السيارات هذه تنقل يعني بين أمة مساجد وقصين والى اخره. هذا الاشكال، الاشكال انه اولا هذه الجماعات اقصد انه مثلا الناشطين، الناشطين لانهم مش ناشطين محدد يجمعهم على الاقل يخلق حاله من الضغط على الجهات المعنيه لمتابعه هذه القضايا. وبالتالي القاتل بالتاكيد يشعر انه متخفف اولا من متخفف من الضغط، من ضغط المجتمع، من ضغط المكونات القوى السياسيه، وبالتالي من ضغط الامن. يعرف تماما انه بيقضوا على جريمته ولن يلاحقوا احد، وهنا المشكله. وقيادات في الحراك الجنوبي بعد أن كانت حكرا على رموز المقاومة وأفراد حزب الإصلاح والسلفيين أيضا. إذا ما استمر هذا الصمت ومسلسل الاغتيالات مقابل له، إلى أين ستتجه الأمور برأيك؟ تظهر أنه يستمر الوضع على ما هو عليه الآن. أولا المشكلة أنه التعارف ولديه أجهزة او اجهزه من احزاب امنيه نقاب والى اخره، هذه لا تقوى طبعا للدوله ولا تقوى لسلطه وزاره الداخليه، بالعكس وزاره الداخليه طبعا الاجهزه حتى الشرطه وبقيه الاجهزه الامنيه يعني كاد يكون دورها محدود تماما لانعدام امكانياتها الذاتيه، وهذا اشكال. لكن بتقديري انه اذا استمر الوضع على ما هو عليه هذا بيخلق حاله، يعني اولا اعتقد انه بيولد حاله من الغضب الشعبي عند الناس. نعم. بالتاكيد لن يثبت احد حول الفلات الامني والاغتيالات التي تتم بالتاكيد. لانه بيروح انه هذا الامر سيسري على التصنيع. يعني الخطر لن توقف عند احد. بالتاكيد. نعم. وعلى القوى السياسيه ان تاخذ حذرها من الان، وعليها ايضا ان تكثف ضغطها على الطرفين التعارف والشرعيه. لوقف حاله القتل هذه. نعم. ما عندنا مسألة وقت والقتل والاغتيال بيطال الجميع. لن يفلت من واحد. نعم، إذن شكرا جزيلا لك فهمي الثقافة الناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن، وينضم معنا الآن عبر الأقمار الاصطناعية السيد مدرم أبو سراج نائب رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري الجنوبي من عدن. مساء الخير أستاذ مدرم. مساء النور وخواتم مباركة بالشهر الكريم هذا علينا وعلى شعبنا الجنوبي واليمني والشعوب العربية والإسلامية قاطبة. آمين علينا وعليكم أستاذ مدرم. إذن كيف تتابعون مسلسل الاغتيالات في عدن الذي اتسعت دائرته لتشمل قيادات حراكية أيضا؟ نعزي أنفسنا ونعزي شعبنا باستشهاد المناضل البطل ياسر مصائب رحمة الله، وليس كانت هي ياسر مصائب هو الخسارة الوحيدة، بل إننا أقول لكم صارت 5 أشخاص آخرين من أسرة ياسر مصائب نتيجة هذا العمل. الجميع في كثير لا يعلمون إن أسرة ياسر مصائب والده ووالدته وزوجته وولديه كانوا هم يقطنون في سيئون، وعندما بلغهم الخبر أول أمس مساء نزلوا إلى عدن ليروا جثمان ولدهم، وأصابهم حادث أليم في الخط واستشهدوا جميعا. الحادث الآثم الجبان الغادر الذي قتل ياسر مصائب المناضل ياسر مصائب، لم يقتل ياسر مصائب فقط بل قتل جميع أفراد أسرته. نعزي أنفسنا ونعزي شعبنا ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله الرحمة لهم ولجميع شهدائنا ولله الحمد. مسلسل الاغتيالات هي مسلسل ممنهجة وليس هي جديدة على الساحة
تحديدا في الجنوب، فقد سبقهم استشهاد المناضل القائد محافظ عدن جعفر، وإلى الآن رغم منصبه الكبير والدور الذي مارسه في تحرير عدن لأنه كان قائد تحرير عدن لم نجد له قاتل، مع العلم أنه تصريحات جهات أمنية وجهات مسؤولية في الشرعية وفي التحالف، وأدلوا عدة تصريحات قالوا أنه قبضوا على القتلة ولكن طلعت كلها جسافا. وقبله وبعده هناك حادث آثم وتم القبض على القتلة، وتحديدا عند استشهاد الشيخ الشهيد العدني وتم القبض على القتلة، وإلى الآن هناك جهات تتستر على القتلة. نعم، لماذا بل إن القتلة تم ترحيلهم إلى أبو ظبي؟ يعني لماذا العمل الاغتيال في يعني كيف يتم أن يبقى القبض على متهمين ويرسلون إلى أبو ظبي أستاذ مدرم؟ نعم أيوة، إذن هناك في أبو ظبي تم التستر عليهم ولكن واحد من لم يمسكهم. أنا بقول لك هناك ممارسات جهات، وتحديدا نحن بالتحالف، وتحديدا نحن نقول بين قوسين أبو ظبي أو مشيخة أبو ظبي تمارس هذا العمل، تمارس عمل البلطجة في الجنوب أو البلطجة في جميع المناطق المحررة والتي تحت سيطرتها. هذا العمل في عن طريق الاغتيالات، اغتيالات الناشطين واغتيالات معارضيها والاغتيالات الذين يكشفون الحقائق، هذا شيء. والشيء الثاني البلطجة في كل الأمور، البلطجة في الكهرباء، البلطجة في المياه، البلطجة في الأراضي ونهبها، البلطجة في الميليشيات التي استحدثتها تحديدا الحزام الأمني والنخبة الشبوانية والنخبة الحضرمية والنخبة المهرية وغيرها. هذه سياسة أن تبقى مناطقنا المناطق الجنوبية على ما هي لكي تمد إلى فترة أطول أن تستطيع أن تسيطر عليها. أنا أقول لك تحديدا في 2017، في نوفمبر 2017 حينما انعقد المؤتمر العام لمجلس الحراك الثوري التي يزعمه الزعيم حسن باعوم بحضور أكثر من 1139 مندوب بعد مناقشات مستفيضة، أقر المؤتمر ماذا أقر؟ أقر اعتبار كل القوات الأجنبية المتواجدة في البلاد قوات احتلال، وتحديدا القوات الإماراتية. نعم. وأخواتها، إن هذه الممارسة تمارس في كل شيء. أنا بقول لك يا أختي على سبيل المثال الآن ما يجرى في حضرموت، حضرموت هي المسيطرة على ميناءها ومطارها وآبارها من الإمارات. حضرموت تشكو من انطفاءات وانقطاعات الكهرباء. ألا تستطيع دويلة أبو ظبي أن تحل هذه المشكلة؟ وماذا ستكلفها؟ إنما يجري في حضرموت من مظاهرات وأمور غير استتبابية. وما الذي تقدمه أصلا الإمارات في ظل هذه السيطرة أستاذ مدرم؟ يعني نعم، ما الذي تقدمه الإمارات إذا لم تقدم تحسين مستوى اجتماعي وخدماتي للناس؟ يعني بحكم أنها سلطة الأمر الواقع إن صح لي القول الآن في المناطق الجنوبية. هذه السلطة هي لضرب النسيج الاجتماعي في الجنوب، لضرب النسيج الأمني. يعني الآن النسيج الاجتماعي مشتت، شراء ولاءات وبيع ولاءات واعتقالات وسجون وغيرها. يعني بدل ما أن تقدم الإمارات أو كان شعبنا أن يطمح أن حينما أتت الإمارات لتخلص هذا الشعب من الهيمنة الحوثي حسب كما كانت طموحاتنا، ماذا قدمت؟ قدمت الإمارات مزيدا من السجون، مزيدا من الاعتقالات، مزيدا من الأزمات الأمنية، مزيدا من تدهور العملة، مزيدا من نهب الأراضي، السيطرة على القرار الأمني، السيطرة على القرار السياسي. ماذا؟ الإمارات هي تطوع عناصر عندنا في عناصر جنوبية لترتضي في الأمر الواقع فيما بعد، والتسليم لعفاش وإعادة إنتاجه من جديد كما حدث الآن. أحد القيادات الجنوبية كما يدعون البارزة وظهر في التسجيلات وفيديوهات في لقاء موسع في أبو ظبي بحضور عفاش. هذه عملية أدلجها من بداية، عملية القبول. هذه الآن سربت هذه الصورة ليتقبل الشعب الأمر الواقع.
نحن الآن في الجنوب تحديدا نعيش تحت أزمة، تحت احتلال غاشم. تعود العالم على الاحتلال، أول مرة هو نفس الاحتلال، ولكن هناك احتلال متحضر الذي عاصرناه في الستينات، لكن الآن احتلال دويلة لا توجد لها تاريخ، لا توجد لديها امتدادات. هذه الآن تعتقد أنه بهذا العمل الصبياني أنها تحقق لنفسها تاريخ جديد، تصنعه على حساب من؟ على حساب إخوانها أشقائها المسلمين العرب. نعم، نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ولكن شعب الجنوب والشعب اليمني. نعم أستاذ مدرم، من يفعل هذا بقيادة الحراك بهذا الشكل؟ هل تجد أنه ضمن سيناريو مخطط له؟ كان معي قبل قليل عبر الهاتف الأستاذ فهمي الثقاف، وربما قال جملة مهمة وهي أن الدور سيأتي على الجميع في ظل هذا الصمت. ما رأيك؟ أول مرة لا يوجد هناك صمت، هناك في أصوات، وكان الثقاف وأنا وغيرنا كثيرين من الأصوات المناهضة. إذا نظرت إلى ما قبل 3 سنوات قبل انعقاد المؤتمر، كانوا الجميع يطبل ويمدح الإمارات، لكن الآن نحن نقول عبر الهواء المباشر إن الإمارات هي احتلال. هذا بداية التحرك الشعبي، التحرك الجماهيري. نحن نرفض هذه الأمور، اليوم نرفضها بالصوت، وغدا سنرفضها بالتعبير في الشوارع، بالتعبير بالشوارع، بالمظاهرات، بالمسيرات، بالوقفات، بل إن هناك وقفات قد خرجت لأسر وذوي المعتقلين وذوي المعتقلين وأسرهم، وخرجت أبناء الشهداء، وخرجوا منظمات المجتمع المدني الرافضة لهذا الشيء. وفي بعض مكونات وكثير من المكونات الوطنية التي تمتلك قرارها الوطني تتحدث بذلك، بل نتشارك الشارع بهذا الشيء. إن ما تعمله الإمارات، الممارسات التي الآن تقام فيها، هي ما هي للتعجيل بخروجها، بالتعجيل لزوالها. الجميع لاحظ التقارير المنظمات الحقوقية الغربية والعربية والعالمية بما فيها منظمات المجتمع، بما فيها التابعة للأمم المتحدة، تدين هذه الأمور وتشير بإصبع الاتهام للإمارات. والإمارات وللأسف يعني شرها لم يوصل إلى الجنوب وغير الجنوب، وصل إلى الآن في الفترة الأخيرة إلى السودان، إلى ليبيا، إلى الجزائر، إلى تونس، إلى الصومال، إلى جيبوتي، إلى سوريا، وإلى أبعد من ذلك. هذا العمل التخبط في إطار حجمها البسيط الذي لا يساوي، يمكن أقول لك محافظة عدن أو محافظة لحج، أكبر من عمقها الاستراتيجي. بدل الإمارات أن تستخدم الجنوب والدول العربية المحيطة بها كعمق استراتيجي رافدا لها في المستقبل، فهي الآن تضيع هذه الأمور كلها. نعم، لكن أستاذ مدرم يعني نلاحظ نتيجة أنه عمل صبياني الطيش. نعم، نلاحظ أنه كل من رفع صوته ضد الإمارات فهو إما مقصي خارج عدن أو معتقل أو للأسف الشديد ضمن قائمة الموت. أنت تحدثني اليوم بصوت مرتفع، وحتى أنني خشيت عليك من بطش هؤلاء. يعني سياسة التخويف والترهيب التي تمارسها الإمارات ضد كل من يقول لا في وجهها أو يصفها بالمحتلة، كيف يمكن التصرف حيال ذلك؟ والله نحن بقينا في الجنوب وكثير من المناضلين وكثير من الأحرار في ظروف أشد من هذه الظروف أيام عفاش، وقاومناه وناضلناه حينما كان الثقاف وقيران وغيرهم والأمن المركزي كان يبطش بالأحرار وبالناشطين، ولم ترهبنا ولم نخيف. صحيح فقدنا كثير من أخواننا من المناضلين، على رأسهم الشهيد خالد الجنيد وغياب السعدي وغيرهم، ولكن كمان نحن وقفنا بصدور عارية ضد غشامة وقوة وهمجية الأمن المركزي التابع لعفاش في السابق. الآن سنقوم أمام كل قوة تحاول تتميم الأفواه والسيطرة على القرار الوطني، القرار الحر الجنوبي. سنقف لها بصدور عارية في المراحل الأولى الذي نحن ننتهجها، لأنه مجلس الحراك الثوري إلى الآن وما زال ينتهج النضال السلمي، ويعتبر النضال السلمي هو خيار
استراتيجي أقوى من الرصاص وأقوى من المدفع. الخيار السلمي هو الذي أبرز القضية الجنوبية، ونحن الآن الجميع العالم يدرك ما يصير في الجنوب، ونحن سنقاومها بكل السبل المتاحة، وتحديدا في هذه المراحل الخيارات السلمية، وسنرفع أصواتنا عالية عالية جدا. نقول للاحتلال أنت احتلال، نقول للمخطئ أنت مخطئ، حتى ولو كان أحد أشقائنا من الجنوبيين. نعم، إذن هناك من يقلل من دور الحراك الثوري وحجمه وإمكانياته أيضا، كيف تردون على من يردد مثل هذا القول؟ أول مرة الحراك الثوري الجنوبي هو باكورة الحراك الجنوبي، وتحديدا حينما أعلن في 7/7/2007 تحت قيادة الزعيم حسن باعوم، ونفسها الجمل الذي الآن تردد رددت بالسابق، وكان يسخروا منه، وكانوا يقولون إنها شلة أو مجموعة من الحفاظ، مجموعة من يبحثون عن مصالح شخصية لهم. وشاف العالم فيما بعد ما هو الحراك الجنوبي. الحراك الجنوبي هو الذي اقتدى فيه جميع ثورات الربيع العربي. قبل أن تنطلق ثورات الربيع العربي كان النضال السلمي هو في الجنوب، تحديدا في عدن وأبين ولحق وحضرموت، وجميع ثورات الربيع العربي اقتدت فيه بنفس أسلوبه ونفس النضال. في منها نجحت ومنها حاولوا أن احتوائها بالمال، تحديدا القوى المضادة في الإمارات والسعودية والبحرين، أو القوى العسكرية التي يحتاج أن تسمى تحديدا فيها. ولكن الحراك الثوري موجود في الساحة ويتحدث بصوت عاليا. أما ما نفتقد من إمكانيات، صحيح نحن ليس لدينا إمكانيات وليس لدينا دعم من أي جهة كما كنا في 2007، إن الإمكانيات تسخر لقوة تعمل تحت الوصاية الأجنبية، لقوة تعمل تحت الاحتلال اليمني، لم تصير شيء تحت الاحتلال التحالف تحديدا الإمارات والسعودية، لم تصير شيء. هنا كانت قوة في 2007 كانت مدعومة ماليا، مدعومة لوجستيا، مدعومة من السلطة أثناء عفاش، ما أشبه الليلة بالبارحة. نعم، إذن برأيك أستاذ مدرا، ما هو الخطر الذي يشكله إفراغ المشهد في عدن والمحافظات الجنوبية من النخب والقوى السياسية؟ ممكن أن تعيد السؤال؟ نعم، قلت برأيك ما هو خطر إفراغ المشهد في عدن من القيادات السياسية والنخب أيضا والقوى التي هي الحامل الحقيقي ل يعني بناء وتنمية عدن؟ شوفي، انه من بداية عمل التحالف حينما جاء لعدن هو حاول ان يأتي ببديل اخر عن الحراك تحت وصايته تحت قراراته. من بداية تحديدا قبل سنتين او سنتين ونص، كانت قبل سنتين او سنتين، عفوا يا اختي، نعم تحديدا قبل سنتين او سنتين ونص، ولكن هذه الامور فشلت على فكره. انا بقول لك على سبيل المثال الحراك الثوري الذي يتم السخريه او تقسيمه، الحراك الثوري عقد مؤتمر عام على مستوى الجنوب ككامل، 6 مؤتمرات على مستوى المحافظات الست الجنوبيه ومؤتمر عام. نحن نطلب من الآخرين، هل استطاعون أن يعقدون هذا المؤتمر؟ رغم توفير لهم الإمكانيات العسكرية، الإمكانيات المالية، إمكانيات في السلطة، الأموال، القنوات، الإعلام، كامل هذه الأمور. إلى الآن لم يستطيعون أن يعقدون هذا المؤتمر، وهذه إحدى المفارقات. لماذا؟ لأن جميع القوى الملتفة حول الحراك الثوري التي يزعمه الزعيم حسن أحمد باعوم هي نفسها القوى التي خرجت في 2007. أما القوى الآن التي استحددت لتكون بديلة عن الحراك، هي أتت بها من عدة مكونات، أجوا منها العفاشين السابقين، أتوا من الذي أنشقوا من الإصلاح السابقين، أجوا من القوات المنتفعة، أجوا بعضهم كانوا مهاجرين، ولا ننكر أن في هنا قوات اسمه في أعضاء من كانوا متواجدين في الجنوب مع الحراك. هذه القوة هي التي أريدت أن يستبدالها بالحراك، ولكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح.
يبقى الغثاء يذهب ويبقى الأمور الصحيحة التي هي على الأرض هي على الأرض. ما زال مجلس الحراك رغم إمكانياته الضعيفة موجود رقم أساسي. يعني حينما الآن الخمسة المكونات التي فرضت الآن تكون في إطار الحوار التابع للمبعوث الأممي كان مجلس الحراك الثوري هو على رأسها. حاولت كثير من القوى التي تحت التي تأتمر بوصايات أجنبية وصايات خارجية أن تبعد أو أن تحتوي. منها في إحدى الأيام ذهبت قيادات من عدن إلى عمان للالتقاء بالزعيم حسن أحمد باعوم، لكن الزعيم حسن أحمد باعوم رفض اللقاء فيه بهم وقال لدينا هناك في عدن وفي الجنوب قيادات يجب التواصل معها وما ستقرون عبرها نحن سنقره ومن ثم سوف نلتقي بكم. نعم. إذن أستاذ مدرم، يعني ماذا عن المجتمع والجماهير في عدن؟ هل هي مدركة لهذا المخطط المراد تنفيذه في عدن والمناطق الجنوبية من خلال يعني قوائم الاغتيالات وتفكيك المجتمع بطرق أو بأخرى؟ شوفي، إلى الآن في هذه الفترة وتحديدا في العام الأخير عام 2019 ونهاية 2018 بدأ الشارع يدرك بدأ الشارع يدرك ماذا يحضر للمناطق المحررة وتحديدا المناطق الجنوبية. بدأ يدرك ماذا يحضر لها. في السابق كان الشارع كله يلتف، كان ملتف يعني حول القوى، حول التحالف، حول الإمارات، وكان يقدسها ويبجلها. ولكن عندما شاهد الحقيقة وشاهد ما يجري في الميدان وشاهد الممارسات بل والإذلال، الإذلال يعني هل ما يحز في النفس أن هناك كابون صغير يعني يوزع على كل أسرة بعشرة أقراص روتي يوميا. قيمة الكابون هذا اللي يوزع وقيمة هذه القصيمة تتعدى قيمة العشرة أقراص روتي. هذه عملية امتهان. هذا الشعب شعب عزيز، هذا الشعب شعب طاهر، هذا الشعب شعب صمد في يعني أحنك الأمور. في الحرب الأخيرة حينما اجتاحت قوة أنصار الله عدن وصبر في أثناء عفاك وصبر في وقام الاحتلال البريطاني وخرج في السبعينات تخفيض الرواتب لكي يعيش في مستوى عالي، يعني قطع من 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 معاشه. يتم يعني تأتي دويلة لم يكن من عمر لم يمر من عمرها أكثر من 40 أو 50 أكثر من 40 سنة يعني تمتهنه بهذه الطريقة. حاشا لله، حاشا لله. هذا الشعب يدرك يعني هذا الشعب يدرك ما يحضر له في الخفاء وفي العلن. الآن إذا يجري استفتاء أو استطلاعات رأي عام شوفي ما كيف. الآن طلعوا أي إنسان يركب باص أو اسمه وسائل النقل العامة لترون ماذا يتحدثون المواطنين، ما ترون ماذا يتحدث الشيخ والشيبة. نعم. والمرأة والطفل. إذن الجميع أدرك ماذا يحضر له. حتى أستفيد من بقية الوقت، برأيك ما هي الخيارات أمام القوى السياسية اليوم لإيقاف نزيف الدم وإفشال المخطط المراد لعدن والذي أشرتم له ربما في بيان سابق لكم، مخطط توسيع قوة الشقاق والصراع الجنوبي؟ شوفي، الخيارات هي اولا لما الصف الجنوبي، لما الصف الجنوبي الجميع، وعلى الاخوه الذين في الامس وعلى الاخوه الذين في الامس رضخوا لمصالح شخصيه ومصالح انيه ان يعودون الى احضان شعبهم، ان يعودون الى قضيتهم، ان يعودون الى وطنهم. هذا واحد. والشيء الثاني بقيه الاخوه الذين الصامدين الصابرين اللي الذي في الساحات عليهم ان يتكاتفوا في يد واحدة وقلب واحد لقلب المعادلة، لقلب المعادلة أو قلب الطاولة فيه على الاحتلال الغاشم الذي بطر وعمل ما لم تعمله بريطانيا في شعبنا. هذا شيء. والشيء الآخر نفس الشيء، لولا
لولا اسم الحكومة الشرعية اليمنية لما تجرأت الإمارات أن تعمل هذا الشيء. صحيح. كل هذه الأمور تعمل برضاها وتحت نظرها وتحت سمعها، بل إن هناك أفراد ينفذون هذه القرارات وهذه الأشياء، ينفذون هذه الأعمال بقرارات تعييناتهم تأتي من الحكومة الشرعية. ولم نجد أي تعليق أو تعقيب على الحوادث والاغتيالات المتكررة وكأنها لا تعنيها فعلا. شكرا جزيلا لك مدرم أبو سراج، نائب رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري الجنوبي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.